السلام عليكم. ما بيسكن السلام، بس عجيب كميت وسع. شلونك يا ودي يا بشع؟ شلون الراح وشلون شبيحة اللي هم كلامك؟ انت بتذكر لما كنا بالجامعة العربية وقلت لكم يومها ان الطرف جاي عليكم كلكم يا كلام يا طغاة العرب، وكنتوا تضحكوا يومها كلكم. فأول ما نزل الأخ زين العابدين، وبعد حسن مبارك، وبعد علي عبد الله صالح. وحتى يختلف فتاة من بدا حضر مع الحلاء حتى أنه سواد أسرقه وأسيق الغازي فتكون وانت مصدق. استحي ولا استحي، أنا معي الكتاب الأخضر لكم. استحي، أنا عندي الكتاب الأخضر وقلت بيه إن صنع المصر على أمريكا ونيتو، وإن هذا الأدوان سيحصل بيد معمر كذابي، وأنا معي الملايين وأسعقون بتطيرينا بيت بيت دار دار شبر شبر زنجة زنجة. أنا أريد أن أسألك سؤال بسيط، ما معنى الكلمة زنجة زنجة؟ يا جدوى زنجة زنجة يعني دبوكة دبوكة في جدوى أتفهم؟ الرئيس الشهر الأسد، الرئيس السوري، يا رئيس الجمهورية، يا رئيس الشعب.